بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس 35 من كتاب العلوم الإسلامية للصف الثاني الثانوي الفرع الأدبي بعنوان أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله. أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله من علماء الأمة المعاصرين، الذي مات في نهاية القرن الماضي في عام 1999، من علماء العصر الحديث الذين كان لهم أثر كبير في مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي بناء القيم وتصحيح المفاهيم. كان العلامة أبو الحسن الندوي إذن كان له تأثير في الدعوة إلى الله وفي تصحيح المفاهيم وبناء القيم. بدنا نعرف بأبي الحسن الندوي عليه رحمة الله من حيث عدة أمور. اولا من حيث اسمه ونسبه، هو ابو الحسن علي، هذا الاسم لما بدنا ننسب ما بعد علي بنقول هو ابو الحسن علي ابن عبد الحي الحسني الهندي الندوي، ينتهي نسبه الى الحسن ابن علي رضي الله عنه الصحابي الجليل. اذا لما نقول الحسني يعني نسبه الى الحسن ابن علي رضي الله عنه، ولما نقول الهندي نسبة إلى الهند مكان ولادته ونشأته، ولما نقول إيش كان لقمه نقول الندوي. الندوي نسبة لإيه؟ إلى دار العلوم ندوة العلماء في الهند، في جمعية اسمها دار العلوم ندوة العلماء مكانها في الهند نسبة إليها. مولده ولد في الهند سنة 1914 ميلادية. نشأته، كيف نشأ أبو الحسن الندوي؟ نشأ أبو الحسن الندوي في أسرة متدينة متعلمة ذات دين وذات علم في مكان ولادته في الهند. تضم هذه الأسرة عددا من العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، من أبرزهم أبوه الشيخ عبد الحي عليه رحمة الله، صاحب علم ومصنفات مشهورة كثيرة. باء توفي والده وهو لا يزال في التاسعة من عمر، كان عمره 9 سنوات صار يتيم. بدنا نحفظ هذا، متى ولد توفي والده وهو عمره 9 سنوات. 3 أو جيم. تولى تربيته أمه وأخوه الأكبر عبد العلي، هذول اللي ربوا أبو الحسن الندوي. عبد العلي هذا أخوه الأكبر كان له فضل كبير في تربيته وثقافته لأبي الحسن. طيب خلينا نشوف الآن، نتعرف على أبي الحسن من حيث صفاته ومناقبه. وممكن يكون السؤال كالتالي: وضح 5 من أهم صفات الداعية، الداعية إلى الله، لأن الإنسان بده يدعو إلى الله في صفات لازم يتمثلها. هذول الخمس صفات تمثلهم أبو الحسن الندوي: أولا كان متواضعا، 2 كان زاهدا، 3 حكيما يعني عنده حكمة، 4 واسع الثقافة بيقرأ كثير وبطلع، 5 أديبا صاحب أسلوب راقي يعني فصيح وعنده أدبيات اللغة العربية، بيستطيع أنه يوصل الفكرة بأسهل عبارة وبأرغب عبارة إلى النفوس. طيب وفاته، التعريف به من حيث وفاته: توفي في عام 1999 ميلادية أيضا، وين؟ بالهند. إذا هو ولد في الهند ومات في الهند، وكان له من العمر 85 سنة. خلينا الآن نشوف السؤال هذا: اشرح حياة أبي الحسن الندوي العلمية. بدنا نشوف إيش حياته العلمية. أولا بدأ تعلم القرآن الكريم في البيت بإعانة أمه. ليش؟ لأن أمه كانت حافظ القرآن الكريم، أمه اللي توكلت في تحفيظه القرآن الكريم. إذن مين هو اللي علم القرآن أو حفظ القرآن؟ هي أمه. 2 تلقى علومه الأولى في قريته، ومن هاي العلوم اللي تلقاها في قريته إنه تعلم عدة لغات: اللغة العربية والإنجليزية والفارسية. ب أيضا تعلم مبادئ العلوم الشرعية، وين هذا كله؟ في قريته في الهند. جيم قرأ كتب الأدب باللغة الأردية على عدد من شيوخ قريته. لغة الأم إيش؟ هو اللغة اللي بتكلمها أهل الهند، اللغة الأردية. إذا صار عنده إيش؟ كم لغة؟ 4 لغات. صار عنده عربية، إنجليزية، فارسية، أردية. إذا قرأ كتب الأدب باللغة الأردية على عدد من شيوخ قريته. النقطة الثالثة في المرحلة العلمية عنده إنه في المرحلة الجامعية درس الأدب العربي باللغة العربية، درس الأدب باللغة العربية قبل درس الأدب باللغة الأردية. النقطة الرابعة في حياته العلمية أنه التحق بدار العلوم لندوة العلماء المسلمين في الهند، هاي اللي بنتسب إليها الندوي، ودرس فيها تفسير القرآن وعلوم الحديث.
إذا لما التحق فيها درس، كان طالب فيها لسه بعد ما صار مدرس في هذه الجمعية أو هذه المؤسسة. خمسة، من حياته العلمية أنه ارتحل إلى عدد من البلدان العربية والتقى بكثير من علمائها وأدبائها. ستة، عاد إلى الهند وتولى التدريس في دار العلوم، ندوة العلماء، في ندوة العلماء، لذلك سمي الندوي لأنه خلص ظل ماسك دار العلوم، ندوة العلماء، حتى صارت يعني إذا قالوا ندوة العلماء أو دار العلوم أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله. أيضا من حياته العلمية أنه تميز بمنهج خاص في التأليف، كان يألف كتب كثيرة، ألف كتب وإله منهج خاص. ليش إله منهج خاص؟ أول شيء لمعرفته عدد من اللغات، قلنا في عنده أربع لغات، في عنده عربي، إنجليزي، فارسي، أردي. اثنين، سعة اطلاعه على مؤلفات الحضارات الأخرى، ما كان يعني إنسان هيك عابر للعصر، إنما كان يطلع على الحضارات القديمة وقرأ فيها. أيضا اطلع على الحضارة الإسلامية، متعمق في التاريخ الإسلامي. النقطة الثالثة بسبب تميز منهجه في التأليف إنه تعمقه في التاريخ الإسلامي. من حياته العلمية أنه أهم مؤلفاته أو الكتاب اللي اشتهر في العالم، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. هذا الكتاب لقي قبولا كبيرا وترجم إلى عدد من اللغات، وتضمن هذا الكتاب عدة أمور. واحد، إيش اللي تضمنه؟ كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين اللي ألفه أبو الحسن الندوي. واحد، تضمن حال العالم قبل الإسلام، قبل ما يجي محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس ويدخلوا في دين الله، قبل الإسلام، مرورا ببزوغ فجر الإسلام، يعني اللي هي السيرة النبوية، إنه كيف كان وضع الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القرن الماضي اللي مات فيه أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله، كيف كان وضع الإسلام في القرن العشرين. اثنين أو باء، تضمن الكتاب أيضا حال البشرية قبل تراجع المسلمين وبعده، كيف كانوا البشرية قبل ما يتراجع المسلمين، أو المسلمين وضعهم ممتاز، حضارة وأخلاق وانتصارات ودولة وكذا، قبل ما يتراجع الإسلام وبعد ما تراجع الإسلام أو المسلمين كيف صار حال البشرية، متوسعا في ذكر الأسباب، بيّن الأسباب ليش كانوا هيك وليش وصلوا إلى هذه المرحلة من الضعف. النقطة جيم، من كلمات أبي الحسن الندوي في كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، قال إن العالم العربي لا يسعد وخيرة الشباب في العواصم العربية عاكفون على شهواتهم، تدور حياتهم حول المادة والمعدة، كل حياتهم هيك مادة ومعدة، أكل وشرب ومصاري. طيب بدنا نسأل سؤال، اذكر مثالا واحدا على إنجاز أبي الحسن في مجال التدريس، وقل له تولى التدريس في دار العلوم في الهند اللي هي ندوة العلماء. السؤال آخر، عد الثلاثة من اللغات التي أتقنها أبو الحسن الندوي، أو حتى خلنا نقول أربع لغات، اللي هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفارسية، اللغة الأردية. وضح دوره في الدعوة إلى الله، أو كان لأبي الحسن الندوي جهد بارز في الدعوة إلى الله، وضح ذلك، إيش كان جهده عاد في الدعوة إلى الله؟ منقول أولاً بدأ، أو مثلاً بقول لك اكتب عن حياة أبي الحسن الندوي الدعوي، منقول أولاً بدأ بالدعوة عندما التقى بالداعية الكندهلوي صاحب كتاب حياة الصحابة، فتأثر بمنهجه في الدعوة. هذا الكندهلوي كان داعية إلى الله عز وجل، أبو الحسن الندوي التقى فيه وتأثر بشخصيته الدعوية فصار يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، اتصل بالناس لنشر الإسلام في مدن الهند وقراها، كان بتنقل جوا الهند القرى والمدن وبروح بدعو إلى الإسلام. ثلاثة، الرحلات الدعوية إلى معظم بلدان العالم العربي والإسلامي، كان رحل والتقى مع علماء وكذا، وكان يعطي محاضرات وإلى آخره. أربعة، له طرائق متنوعة في الدعوة، له وسائل أخرى في الدعوة مثل الخطب والمحاضرات، الندوات والمؤتمرات، تأليف الكتب والرسائل الدعوية، إصدار عدد من المجلات بلغات مختلفة، أسس المجمع الإسلامي العلمي في الهند، أيضا أسس رابطة الأدب الإسلامية. شوف كيف إله وسائل، كان رجل بحد ذاته أمة، بحد ذاته دولة كاملة، وبتنقل بخطب محاضرات وكمان على مستوى المؤسسات وكذا، وهو ينشئ المؤسسات، ولما صار يدرس في دار في ندوة العلماء في الهند سمي على اسمها. أيضا في الدعوة له منجزات في جانب التدريس والتأليف واللقاءات الصحفية، هذا كله دعوة، التدريس دعوة، ما هو التأليف دعوة، وكذلك اللقاءات الصحفية. ستة، من دعوته أنه نال كثيرا من الجوائز، نال كثيرا من الجوائز العالمية، علل ذلك،
لما كان له من مكانة خاصة عند علماء عصره وغيرهم. ومن تلك الجوائز خلينا نشوف إيش الجوائز اللي أخذها. أول شيء جائزة الملك فيصل العلمية لخدمة الإسلام. اثنين جائزة الشخصية الإسلامية في دبي. ثلاثة وسام الإسسكو من الدرجة الأولى من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. الإسسكو هي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، أخذ منها وسام من الدرجة الأولى أنه داعية إلى الله عز وجل. أخيرا أذكر مثالا واحدا على إنجاز أبي الحسن في مجال الصحافة، منقل إصدار عدد من المجلات بلغات مختلفة. هذا والحمد لله رب العالمين.